بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه النهارده حلقتنا حلقه مختلفه شويه عن الحلقات الماضيه. النهارده هنتكلم عن يعني تخصص مهم جدا في الرياضه. طبعا كل اللي بيلعب رياضه او اللي مارس رياضه او مهتم بالرياضه يعرف كويس قوي يعني ناحيه بدنيه، ناحيه تدريبيه، ناحيه فنيه. انما الحقيقه في يعني خط موازي ده لا يقل اهميه عن اللي احنا بنتكلم عنه. النهارده التطوير ده حاجه مهمه جدا، ازاي اللاعب يكون عنده يعني رغبه في التطوير، مش بس انه يبقى لعيب كويس، لا يطور. طيب ونفسيا اللاعب ازاي يكون عنده صحه نفسيه جيده؟ ازاي اللاعب يكون عنده منتاليتي يقدر بيها يتطور ويقدر بيها يروح لنقطه ابعد من اللي هو فيها دلوقتي؟ الطب النفسي الرياضي والتطوير والتدريب كل ده ليه اسس دلوقتي موجوده وعلم، والدول اللي سبقتنا في الرياضه الحقيقه بيهتموا بده بشكل كبير جدا. عندنا في مصر المجال ده موجود، ولكن هتلاقي المجال ده موجود في بعض الانديه وبعض الاماكن وبعض الاتحادات اللي واخده بالها، انما ما بقاش سياسه عامه. النهارده الحقيقه معانا ضيف خبير واستشاري في هذا المجال، هيكون معانا دكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير. والحقيقه دكتور شريف من ابناء النادي الاهلي، وطبعا اشتغل في الاعداد النفسي والطب النفسي الرياضي مع فريق الكره الطائره. وهدي لحضراتكم امثله كثيره وهيكون ليها رد النهارده اكيد مع ضيف العزيز دكتور شريف. يعني مثلا ممكن يكون عندك في الفرقه لعيب كويس جدا جدا وملتزم وبيتمرن تدريباته بشكل يومي وزي الفل 14، بس ما بيتطورش. اللعيب وصل لسقف معين مش قادر تاخد منه اكتر من كده، ايه السبب؟ هنعرفه مع دكتور شريف. لاعب بيكون مثلا كويس جدا في التمرين، كويس قوي في التمرين، بيبقى سوبر. اول ما يتحط في ماتش وصفاره الحكم بصفاره البدايه بيبقى لعيب مختلف تماما واداؤه سيء جدا. وده اللي بيطلق عليه في الرياضه لاعب تدريب. هو مفيش حاجه اسمها لاعب تدريب ولاعب مباريات، ولكن ايه الفرق بين ده وده؟ ده عنده سيكولوجيه ونفسيه بتؤهله انه يلعب في المباريات وده ما عندوش. طب ده ليها حل؟ ليها حل وهنشوفها مع ضيف العزيز. طيب لعيب في الماتشات الضعيفه كويس جدا جدا وتلاقيه زي التمارين زي الماتشات الضعيفه حاجه سوبر. يجي في الماتشات المهمه او البطوله، يعني يبقى ماتش مهم نكسبه وناخد بطوله، تلاقيه اداؤه اختلف وبقى 10% من اداؤه الطبيعي. يعني طول ما الماتشات دي مش على بطوله هو بيلعب وبيأدي، طول ما الماتشات ما هياش او يمكن تعوضها مباريات يمكن تعوضها متلاقيه كويس، مباراه ما يمكنش تعوضها زي مباراه كؤوس او نهائيات تلاقيه بقى لعيب تاني خالص. ايه السبب؟ هنعرفه مع دكتور شريف كمان. طيب لعيب عدواني بشكل كبير مع زمايله برغم ان هو مش كده، يعني لعيب في العادي وفي الحاله الاجتماعيه لطيف جدا، نزل الملعب بقى عدواني مع زمايله ومع الفرقه الثانيه وبقى عنيف جدا وبقى اجريسيف، سببها ايه؟ برضه هنعرف حاجه زي كده. لعيب عصبي جدا في الملعب، يعني الناس كلها قالت لك لا 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 اللعيب ده ترابل ميكر وعصبي بتاع، لا هو كويس بس انا مش عايزه معايا في الفرقه الحقيقه، ده لعيب عصبي جدا. حل موضوع زي ده ايه؟ لعيب كويس جدا وبيلعب تمارين كويس وماتشات ضعيفه كويس وماتشات مهمه وحاسمه كويس، بس يجي في قرار حاسم جوه المباراه، قرار حاسم اخر 30 ثانيه اخر 20 ثانيه يهرب من الكوره زي ما بيقولوا، او يحاول ما ياخدش قرار، يحاول يكون يعني زي ما بيقولوا سليف كده، يعني مش ماستر مش بيقود. طب ده سببه ايه؟ هنعرف برضه. والموضوع ده ما بيخصش اللاعبين والمدربين فقط، لا احنا ممكن نروح لاولياء الامور. النهارده اولياء الامور ازاي تتعامل نفسيا مع اولادها؟ كل ولي امر او اب وام عايز ابنه بطل، هل ده ممكن؟ هل ده هيجي بالضغط العصبي على اولادي او الضغط العصبي على ابنائي ان انا عايزه بطل، انت بطل انت بطل، يخسر مباراه زعق له، يأدي وحش زعق له، هل ده هيحصل كده؟ ولا ان ابني يكون بطل ده شيء قدري بحت، انا باخد الطريق وبعمل اللي في ايديا واللي عليا كأب وبسيب الموضوع للعلم والمدربين والناحيه الفنيه اللي تتكلم. برضو دي هنشوف ازاي نخاطب هنا من خلال ضيف العزيز، ازاي نخاطب اولياء الامور، ازاي نخلي اولياء الامور عندهم فكر يتعامل ازاي مع ابنه لو عايزه بطل، وازاي يبقى دايما متقبل فكره انه ممكن ابنه يفشل. ازاي دي مش يفشل يعني في حياته الرياضيه، لا يفشل في مباراه يأدي وحش، ازاي يتقبلها وازاي يطلع منها بسرعه. طب الموضوع ده يهم بس اولياء الامور واللاعبين؟ لا كمان يهم المدربين. النهارده بتلاقي مدربين عظام كتير جدا
وفنيا حدث ولا حرج، ولكن تيجي يقول لك اه ما بيخسر، عنده نفس، عنده مشكله نفسيه مع اللاعبين. لا لا لا، يعني ده مدرب ظالم. لا لا، اللعيبه ما تحبش تلعب معاه. مبرام هو فنيا كويس جدا، بس المدرب مش قادر يقود الفرقه نفسيا ويوصل بيهم من ناحيه نفسيه وفنيه كويسه يقدر يكسب بيهم. طب الموضوع ده يخص بس عناصر اللعبه، لعيبه، مدربين، اولياء امور؟ طب اقول لكم على حاجه يخص الجمهور كمان. ازاي الجمهور يتقبل انه يشجع فرقته؟ احنا النهارده سمعنا عن احداث كتيره جدا، واحد يكون بيشجع فرقته، فرقته تخسر، يجي له ازمه صحيه. مش بنسمع ده؟ بنسمع ده كتير، وكل يوم والتاني بنسمع حاجه زي كده. هل ده صح؟ طب هو ليه حصل له كده؟ ليه مش متقبل ان فرقته ممكن تبقى وحشه؟ ليه مش متقبل ان فرقته النهارده ممكن تبقى مش في ادائها؟ طيب ازاي ده يبقى هو يفهم ان دي رياضه، والرياضه في الاول وفي الاخر مكسب، وانا عايز فرقتي تبقى احسن حاجه، ولكن مش على حساب صحتي. مش يعني لما اسرته تفتقده اكيد دي حاجه مش هنبقى سعداء بيها. طيب ده محتاج ايه؟ هو مش، هو ما فيش فيه حاجه يغيرها، يعني هو مش هيبقى بخوفه على فرقته ويخلي فرقته احسن، مش هيحصل حاجه. ولكن بالمنتاليتي بتاعته يقدر هو يعدل من نفسه، هو ازاي يتقبل ده وازاي يحط ده في حجمه الحقيقي الطبيعي. كل العناصر دي وكل المجالات دي والكلام اللي بيتدار عن هذا الموضوع في منتهى الاهميه، لانه الحقيقه في الاعلام الرياضي محدش تطرق له بالعمق. النهارده فاردين وقت طويل جدا من حلقتنا عن هذا الموضوع. هنتكلم مع ضيفنا الدكتور شريف صلاح الدين، طبعا استشاري التدريب والتطوير، واللي ليه كمان باع كبير في الطب النفسي الرياضي والاعداد النفسي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بضيف العزيز منورني في استوديو دكتور شريف صلاح الدين، استشاري التدريب والتطوير. اهلا بك يا دكتور شريف. اهلا وسهلا كابتن ياسر، منورنا، ويمكن ده تاني لقاء لينا مع بعض. سعدنا. واحنا طبعا لاهميه التخصص طبعا اللي حضرتك يعني استاذ فيه كبير، كان لازم نفرد وقت طويل في الحلقه، لانه ده انا شايفه يمكن في بعض الاحيان بيتفوق على الاعداد البدني والفني، وازاي توصل في الملعب ان انت اداء كبير، وده اللي بيفرق بين اللعيب والتاني ونجم والتاني. الاول عايزين نوضح للساده المشاهدين ايه الفرق، يعني ايه الفرق او ايه الاهميه ما بين لعيب بيشتغل على نفسيته وعلى المنتاليتي بتاعته، وازاي لعيب بيهتم بس بالناحيه الفنيه ومهمل الحته النفسيه والمنتاليتي، مش اللاعب بس وكمان اي اداره رياضيه لازم تهتم بده. ايه الفرق بين الاثنين، وليه العنصر ده مهم جدا في اداء اللعب؟ انا شكل الاستضافه طبعا اول، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي. اول حاجه، الحاجات اللي يمكن قياسها دايما بتبقى سهله. انا اقدر اقيس الفيزيكال، يعني السبرنتات كان بيعمل كام في زمن قد ايه، في الجيم بيشيل كام بنش وكام رجلين، دي حاجه يمكن قياسها. اقدر اقيس المهاره، بيسدد لي كام كوره من فوق الحيطه، افترض الكوره هي اللي اكتر حاجه، او الباسكت عشان الكابتن هيثم يعني بيجيب كام رامي حر، بيجيب كام من نسب كام. نسب سهله نقيسها، سهله نقيسها. السكاوتنج عندي وبيطلع لي النسب على طول، بس انا ما اقدرش اقيسه اللي هو المنتاليتي، ما اقدرش اقيسها. ليه بقى؟ لان هقيسها ازاي؟ هقيسها ازاي مستوى توازنه الانفعالي في المنطقه دي كده؟ ما ممكن انا يعني اللي يغرني فيها ان اداؤه الفني جيد، بس انا مش قادر اقيس اداؤه النفسي. عشان كده الحاجه اللي احنا ما بنعرفش نقيسها كويس يقول لك اعرفها ازاي دي؟ نسيبها بقى تيجي لوحدها. الاجانب ما عندهمش الكلمه دي، مش حاجه اسمها نسيبها تيجي لوحدها. كل حاجه بره ليها شغل. هو يقول لك احنا عندنا حصص منتاليتي، وحصص سيكولوجي يعني، وحصص فيزيكالي، وحصص تكنيكال، وحصص تاكتيكال، فبيشتغل كل حصص لازم ياخدها. يعني يقول لك ايه؟ الفرقه عندها ماتش مهم جدا، فعايزين حد نفسي يقعد معاهم. مش هيعمل اي حاجه، مش هيعمل اي حاجه فعلا، يعني حاجه سريعه كده. قال لي يقول لك ايه يعني؟ رتوش حبايه. ايوه رتوش حبايه تاخدها قبل الماتش. لكن هل هو مبني، هل هو مبني كويس ولا لا؟ نقول عليه بقى الصلابه النفسيه. لا انا عايز اقف على مبني دي. مبني كويس ولا لا؟ يعني يا دكتور، هو الاعداد النفسي والاعداد واعداد اللاعب للتطوير وقابليته للتطوير، ده بناء مبنيه زي الناحيه الفنيه والمهاريه؟ طبعا طبعا. اقول لك اللعيب ما خدش اي حاجه خالص في الجزء ده، لا هو في الاشبال ولا هو في الناشئين ولا هو في الشباب، ما سمعش عنه خالص. وبعدين فجاه هو في المنتخب عايز تجيب حد، يقول لك جايبين حد للمنتخب. فاول سؤال بنساله على طول، اللعيب ده سمع الكلام ده قبل كده؟ عمره ما سمعه قبل كده. بره مش كده بقى، بره عندهم
الحصص دي بياخدها زيها زي كل التكنيك والتكتيك كل من زي صغره بدري جدا عشان يعمل البناء النفسي ده. بيقول عليه الصلابه النفسيه. الصلابه النفسيه مبنى مش وجبه، يعني مش هاخد دياله النهارده وخلاص كده اطمنت عليه، لا ده كل يوم بنبني حتى فيها. لان البذره اللي بنزرعها دي عنده وهو صغير مع الوقت تبقى شجره، والشجره تبقى جنينه، فاصبح عنده صلابة. متانه، متانه في الملعب، ما بيضغطش بسهوله. يقول لك فلان فلان عنده ثبات انفعالي. مفيش حاجه اسمها ثبات انفعالي، في حاجه اسمها توازن انفعالي. يعني ايه بقى؟ احنا نسمع كلمه ثبات انفعالي كتير، انا بسمع دايما توازن، كلنا بنسمعها ثبات زمان. يعني عنده ثبات انفعالي، ثبات مفيش حاجه اسمها ثبات. كلمه انفعال دلوقتي انت صحح لنا الاكسبريشن، هو اسمها توازن انفعالي، توازن او اتزان انفعالي. ثبات يعني هو كده، مفيش حد كده الا اللي ما عندوش عقل ولا قلب. هو اللي كده ده انا طبعا الحقيقه ابسط داونز دي اللي هي تقول التوازن الانفعالي. ابسط داونز يعني انا بلعب في منطقه معينه، لا بهايبر قوي فوق ولا انا بقع خالص تحت، هي دي التوازن الانفعالي. فلازم يعني اشتغل على البالانس مش على الاستابيليتي. مفيش حاجه اسمها استابيليتي، طبيعي جدا اللعيب يطلع وينزل معاك، لكن هو بيطلع لحد فين وينزل لحد فين. هدخل معاك كده في منطقه العالم كله بيتكلم عليها اللي هي عقليه رونالدو. رونالدو لعيب الكره بيدرس بقى دلوقتي بره، دي بقت بيدرس يعني بقى ديفينيشن او تعريف بالظبط كده كبير. رونالدو، رونالدو عقليه رونالدو بيعمل ايه؟ ما هو حريف زي الحريفه. لا مش زي الحريفه، رونالدو عنده مبادئ في المينتاليتي مايند سيت، عنده مبادئ كده بيشتغلها، وبقت الناس المدربين مع اللعيبه الصغيرين بيمرنوا بقى الكلام ده. وانا عملته على فكره مع لعيبه صغيرين في اماكن كتير في الاكاديميات. يعني بيعمل ايه رونالدو ده؟ يقول لك المهارات دي عند ناس كتير قوي، بس هو في حاجه عنده هنا مختلف عن الناس التانية. يعني كنت اتفرج قريب على ماتش النصر والاهلي السعودي، كويس؟ رونالدو بيجيب جون، رونالدو اللي عنده خلاص داخل على الـ40 ده بيحتفل بالجون بتاعه زي اول جون جابه وهو ناشئ. الشغف. نفس الاحتفال. فيقول لك هو ما عندوش اكتفاء. فده اللي مخليه ماشي كده. ما عندوش اكتفاء. ما عندوش اكتفاء. لك الحياه عباره عن مجموعه قمم وليست قمه. فكل ما يطلع على قمه يبص ايه؟ الثانيه فين؟ القمه الثانيه فين؟ وينزل ويطلع. طبعا ينزل على القمه دي عشان يطلع. طبعا وهو ماشي بقى حياته كلها كده. فقالوا مجموعه حاجات هي اللي عملت مع رونالدو النقله دي، ممكن ناخدهم كده نتسلى فيهم؟ يلا بالعكس. انا ليه بقول كده او المهم نتكلم فيها؟ عشان اكيد بيتفرج علينا ناشئين، بيتفرج علينا لعيبه في الدرجه طبعاً الاولى. طبعا وهو يمكن لاول مره هيسمع كلام حضرتك. شرف. استاذنك خد لنا كده واحدة يعني واحده واحده. يعني ايه بقى رونالدو دي؟ رونالدو منتاليتي. يقول لك اول حاجه ان حب الناس ما يفرقش معايا كتير. حب الناس ما يفرقش معايا كتير. انا بعمل اجمل حاجه عندي. الناس حبتها، الناس ما حبتهاش، قبل شغلي. فيقول لك انا لما بروح ماتش الجمهور التاني ما هو ضدي فبيشتمني طبيعي جدا خالص، وده مش في دماغي اساسا. جمهوري بيحييني ما بيفرقش معايا، انا بعمل جمهوري زعلان مني انا هعمل اللي انا شايفه صح احسن حاجه عندي، فتركيزي كله في احسن حاجه، مش تركيزي مع الناس اللي في المدرج دي من اول هنا. لا دي نقطه مهمه قوي، اصل انا لما بيكون تركيزي مع الجمهور هتاثر، هتاثر قوي وهتأثر. يعني انا عملت ترقيصه حلوه فالجمهور كلك افضل بقى على الطريقه دي عايز لحد اخر الماتش، يقول لك شفت الجمهور عمل ايه لما عملت دي؟ مش في دماغ رونالدو خالص، تصور. فبقول لك طبعا ان التشجيع الكبير قوي اللي معاه ما يفرقش معاه. طيب ممكن يعني ازود حاجه كده؟ اتفضل. حضرتك بتقول ما يهموش الجمهور. طيب الحب والكره ما يفرقش معاه كتير. طب ينفع نحط جنبيها السوشيال ميديا؟ طبعا. يعني ما هو ده جمهور. اكيد اكيد. ولك انا مش فاضي اشوف السوشيال ميديا، اصل شتموه اصل ولا مودش ناوي. والعلم حضرتك اللي بتقوله ده اللعيبه الكبار، محمد صلاح كده. اللعيبه الكبار بالظبط. انا خايف اقول محمد صلاح فهنبقى عندنا لا لا إيه؟ خلينا احنا بنحب محمد صلاح يعني بحبه جدا طبعا. خلينا نتكلم على رونالدو عشان نبقى محايدين. صلاح ماشي على خطى رونالدو. صلاح ماشي على خطى رونالدو، وبكل تاكيد يوم ما قريب مش بعيد هيبقى صلاح افضل من رونالدو. ليه؟ اصل بدري بالظبط. وقال صلاح في الميتنج، قال هو الفرق بين اللعيب العربي واللعيب الاجنبي المحترف يعني هو المنتاليتي بس. هو ده الفرق. نرجع لاول نقطه، نرجع لا يتاثر لا بجمهور شتمه او مدحه خالص. والحاجه الثانيه نحط بين قوسين كده، خد معاك السوشيال ميديا كمان بكل تاكيد. السوشيال ميديا هو الجمهور الاكبر كمان طبعا. اصل الجمهور اللي في الملعب ده ممكن ينتهي بنهايه الماتش 100,000 وانت لكن السوشيال ميديا انا بتفرج على السوشيال ميديا ملايين. بالليل قبل ما انام بالليل دي خطيره جدا عشان تسليم وتسلم. العقل الواعي عندنا بيبدا يسلم للاواعي كل الحاجات اللي انا عملتها في اخر نص ساعه. اللاواعي يفضل يشتغل عليها طول الليل.
لا تعالى بقى يا دكتور، الاول احنا النقطه الاولى قلنا لا طيب. رونالدو لا يتاثر ولا ملوش دعوه بحب طيب. وكره الناس. حضرتك بتقول بقى حته كده نوت ان السوشيال ميديا ان السوشيال ميديا قبل النص ساعه قبل ما تنام دي في منتهى الخطوره. ايه الفرق بين السوشيال ميديا وبين جمهور الملعب؟ جمهور الملعب خلاص بينتهي، برافو عليك، خلاص وبتروح وبتروحنا القضيه خلصت. انما السوشيال ميديا دي اخر حاجه عينك بتشوفها ايوه قبل ما تنام. انا دلوقتي الخطوره في هنا كده ايه؟ انا قلت لله وعي عندي الجهاز اللي هيشتغل طول الليل وانا نايم ان دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي اشتغل لي عليها. فانا لما فتحت السوشيال ميديا قبل ما انام فيس بقى ولا سمعت شتيمه فيا، فانا سلمت اللاوعي عند السب كونشس مايند ان الناس ما بتحبنيش وانا مش عارف اعمل حاجه واديت وحش. هو بياخد مني بقى السب كونشس مايند ياخد مني الكلام ده ويشتغل عليه طول الليل فيطلعه في احسن انتاج. فانا بقى قالوا ان انا فاشل ومش هنفع وحياتي انتهت وهيجيب واحد غيري وشكلي همشي من النادي، فبيشتغل لي عليها طول الليل عشان يعمل منتج قوي جدا بكره يسلمهوني بقى للوعي امشي بيه طول اليوم. يعني تصحى من النوم اسوأ من ما نمت بكتير جدا جدا، لان الفتره احنا نمناها الخمس ست ساعات دول هو كان بيشتغل عليها. خليني اروح لك طبيا في الحته دي. يقول لك فلان الفلاني نام بالليل زعلان قوي، كان في مشكله كبيره فنام زعلان والعياذ بالله شرب يعني عن الجميع، يعني جات له جلطه. الجلطه تيجي امتى؟ تيجي 6 7 الصبح. طب ليه ما جاتلوش الساعه 1 بالليل الساعه 2؟ لا ده مش بعد الجلطه. العقل اللاواعي بقى بيشتغل على حاله الغضب، عمال يعمل بروسيسنج ايوه بالظبط كده، حاله الغضب والتفاعل شغال وانت نايم هو شايفك حبيبها وانت نايم، في لحد ما يوصل لاعلى تفاعل سلبي على 6 7 الصبح. فبتيجي والعياذ بالله، ودايما بيقول الاطباء الكلام ده ان الناس اللي بيحصل معاهم ازمات كبيره قبل النوم لازم هو يشتغل عليها قبل ما ينام، يفككها. حاجه مش في ايدي غصب عني، انا ليا الجهد ماليش دعوه بالنتائج. شويه حاجات كده بنعملها عشان اخلي السب كونشس مايند ما يستقبلش مني الحاجه الوحشه اللي انا كنت شغال فيها اخر نص ساعه. طب هو طيب معلش هنروح لايه؟ لسب تاسك من التاسك الكبير حضرتك بتقوله ده. دلوقتي المفروض اللاعب سواء كبير او صغير قبل ما ينام بنص ساعه أيوه. المفروض يعمل ايه؟ برافو عليك. ما انا المفروض العكس بقى. هايل. ايه العكس اللي المفروض اعمله؟ كل اللي انا عايزه مش كل اللي انا مش عايزه. كل اللي هيخليني كويس مش اللي احتمال يخليني وحش. يبقى اي حاجه احتمال تخليني وحش انا هستبعدها، واي حاجه احتمال تخليني كويس انا اقربها الفتره دي. الناس اللي هي ما عندهاش خلفيه قوي بنقول لها اسهل حاجه ادعيه النوم، اسهل حاجه بالذكر، دعاء النوم بذكر الله تطمئن. بس هو لازم اكون انا عندي نقولها الحته دي مهمه. في عندنا جهاز الترديد اللي هو اللسان، وفي جهاز التوليد اللي هو القلب. طبعا. فلازم جهاز التوليد يسمع جهاز الترديد، لو ما سمعوش ما يديكش الطاقه بتاعته. عشان كده الناس تتدبر اللي انت بتقول تقول اذكار بس ما ياخدش النتيجه. وقول الذكر ما تاخدش النتيجه بتاعته ليه؟ بس مش عايش جهاز التوليد مش سامعه. لكن انا لو حد قال لي كابتن هيثم اقول لك خبر حلو ابنك كسب كذا كذا مش ممكن. انا هنا جهاز سمع عندي فبينتج طاقه عاليه جدا او كميه عاليه من النواقل العصبيه الدوبامين والسيروتونين والاندورفين والاكسيتوسين طبعا دول والنور ادرينالين كل دول كده الانتاج الكبير قوي ليهم ده بيخليني انا في المود. يقول لك كلمه في المود يعني ايه؟ يعني مستوى الهرمونات عنده جيد جدا فبيبدا يستقبل احداث قد تكون صعبه بسهوله، عارف يتبسط. يعني انا قبل ما انام يا دكتور ابتدي اردد او ابتدي اعيش حاله اللي انا عايزه، يعني أيوة. مثلا انا عايز اطور نفسي، اطور نفسي ازاي؟ عندي شوتنج مش كويس بالظبط، عندي انا متضايق من الجماهير، طب ازاي انا احاول انجلكت ده وما افكرش فيه مزبوط. وافكر في الحاجه اللي انا عايز اصبح بكره الصبح ان شاء الله لان حضرتك بتفكرني بكلام كتير. احنا لما كنا بننام حتى في المنتخبات وعندنا تمرينه ثاني يوم واحنا في مود ان احنا سين التعب وبتاع بنقوم فايقين، يعني بنقوم طبعا وعايزين طبعا. وعايزين نكسب، بتلاقي الموضوع انت طيب نص ساعه اخيره انت عايش حضرتك بتقول لي اللي انت عايزه مش اللي حصل لك، مش انت مش عايزه مش انت عايزه مش اللي مضايقك مش اللي مضايقك فكر في اللي انت هتشتغل بيه على نفسك تاني يوم. طب تركومند ده اعمله ازاي؟ طب حلو ده حلو قوي نعمله ازاي؟ ده تايتل حلو او عنوان حلو حلو اعمله ازاي؟ ايوه عندنا كده صفحتين في المنتل في المايند سيت. الصفحه الاولى اسمها ماذا حدث، الصفحه الثانيه اسمها ماذا يمكننا ان نفعل. ماذا حدث ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على المستحيل تعديله. ماتش خلص، انا كسبت خسرت اضطربت اصابه اي حاجه، ده ماذا حدث. في هنا صفحه ثانيه اسمها ماذا يمكننا ان نفعل. ماذا حدث دي بتستدعي كل الطاقات السلبيه اللي في اللاوعي. نعم. ماذا يمكننا ان نفعل بتدي له باور عالي جدا ان انا اقدر اعمل حاجه. صحيح الحياه كده بس انا
اقدر اعمل حاجه من اول هنا. انا بعمل الشيفت ده في عقلي عشان ما اديلوش فرصه يشتغل في ماذا حدث. صحيح. طيب ولما انا اشتغلت على اللي ممكن اعمله يقول لي ده الممكن ده المستحيل. طب لو نزلنا شويه، لو انا بشتغل في ماذا حدث يشعرني بالملل ويشعرني بانها النهايه. خسرت ماتش دي النهايه، ما اتخدتش منتخب دي النهايه، خدت دي النهايه. فالنهايه هنا بتديني ملل من ممارسه النشاط بعد كده. هنا بيشعرني بالامل والبدايه اللي هي ما خدوش منتخب ده انا هموت نفسي بقى في التمرين لان انا افضل وانا جاي جديدة. فدي بدايه جديده. كويس. امشي تحت شويه، لو انا ماشي في ماذا حدث يديني في الاخر خطوات انسحابيه. يعني انا رايح التمرين الصبح ماليش نفس روح التمرين. خطوه انسحابيه. هنا بتديني خطوات تفاعليه. خطوه انسحابيه بتستنفذ الطاقه بتاعتي. الخطوه التفاعليه بتولد مستوى طاقه عالي جدا. صار بقى الحدث حصل اهو، في ناس مشيت هنا كده وفي ناس مشيت هنا كده. مش هنا طبعا كسبان. الصلابه النفسيه حكايه جديده وقصه جديده. بالظبط. بس احنا هو لازم يتمرن عليها. مول في الصلابه النفسيه هتجيب ورقه وقلم على طول وتبدا تقسم الموقف اللي حصل ما بين حاجات لا يمكن التحكم فيها وحاجات يمكن التحكم فيها. دي بنسميها الواقع ودي بنسميها الموقع. الواقع هو كل حاجه في حياتي ما اعرفش اغيرها خالص. يعني ابويا مين؟ هقول لك انا يعني مثال سريع جدا ولطيف، وكل ما افتكره الحقيقه يعني دموعي تنزل، مش عشان حاجه، لا لان انا لو فهمت الكلام ده بدري كان ممكن ابقى حاجه جميله قوي. وانا في الناشئين انا كانت مجموعه احمد شموطي الله يديله الصحه وطارق فريد والعسقلاني واحمد معتز وعصام معوض، المجموعه دي كانوا 62 بيديك الصحه هو المنتخب. كويس. فيمشوني من اول يوم على طول. قصير، انا قصير على الرغم ان انا كنت كويس جدا في المرحله دي. كويس. بس بمشي ليه؟ عشان قصير. انت بالنسبه مش ده فكنت اروح البيت ابص لوالدي الله يرحمه. والدي ما كانش قصير، طوله 1.80 1.81 زي بالظبط كده. كويس. اللي هو الستاندر بتاع معظمنا يعني. فبص لوالدي وانا عندي نقمه كبيره جدا عليه. انت السبب، انت اللي مش طويل، انا ذنبي ايه؟ طب انا كويس في الدوري. ما دي منطقه الواقع مش هتتغير. وبص لوالدتي الله يرحمها وزي ما اكون بلوم بيني وبين نفسي عليها، انت ليه اتجوزتي ده؟ وجهه نظر. ما انا بقول لحضرتك وجهه نظر. لا حضرتك دي مش مشكله، دي هتلاقي كتير كتير جدا. انا بقى انا عايز انقل الخبره بتاعتي دي النهارده. الكلام ده بيحصل عندي 17 سنه. افتكر مره الكابتن توفيق شهاب احنا لعبنا مع الاهلي ماتش في الاهلي وكسبنا 3-1 وجالي قال لي عايزينك تبقى موجود معانا وكلام زي كده يعني. فانا كنت بقول ما انا لو في المنتخب فرصي افضل، فاروح وامشي اروح وامشي كل مره. وايمن فخر الدين برضه انا بتكلم على مجموعه الشباب في الاهلي يعني. فحسيت وقتها وعطويه بقى وابو السريع ومدحت القط في مجموعه كده كانت في الزمن ده. ايه اللي خلاني انا زعلان جدا من والدتي الله يرحمها وزعلان جدا من والدي؟ امشي المنتخب انا خناقتي مع مين دلوقتي؟ مش مع المدرب المشاني، خناقتي مع بابا وماما في البيت. ما انتوا فعلا مش طوال، طب انا اعمل ايه؟ انا جهدي عملته، انا بتمرن كويس، انا بروح الجيم كويس، انا بعمل كل حاجه، طب انا اعمل ايه؟ انا مش ذنب، انا ضحيه. لان انا بشتغل في ماذا حدث اللي هي الواقع. لا في حته ثانيه اسمها الموقع اللي هي ايه بقى؟ اللي هي افكاري، تعليمي، ثقافتي، ادواتي، احلامي، اهدافي، مهاراتي، خطواتي، انجازاتي، دي بتاعتي انا بقى. وشغلانه. ده شغلانه بقى. سيب الحته دي خالص. فانا لما اشتغلت في التدريب، طب ما انا اشتغلت كويس جدا كمدرب، ما حدش سالني بقى ايه؟ انت طويل ولا قصير كمدرب؟ خرجت بره المربع. بره الاطار خالص. انا اشتغلت في الشرطه هنا سنين طويله جدا. اشتغلت في نادي الوصل في دبي سنين طويله، واشتغلت في نادي العين في ابو ظبي، واشتغلت في نادي رمسيس في الصخيمه، واشتغلت حتى في دبي، اشتغلت في اربع انديه في الامارات. طب ايه اللي بيوديني من نادي لنادي؟ ما انا لو مدرب وحش، ايه اللي بيخليني اقعد 6 سنين في النادي؟ او 7 سنين في النادي يعني 7 و6 بيبقى الناس مبسوطه من شغلك. اذا دي منطقه اعرف اتحرك فيها. لكن منطقه ان انا طويل وقصير دي مش منطقتي. ومش هوصل لحاجة خالص. حتى اتضايقت، حتى انبسطت، حتى كنت مش هوصل لحاجة. بالظبط. اخرج بره المربع ده وروح بقى زي ما حضرتك بتقول للمنطقة اللي انت تقدر تغيرها. ايوه. عشان كده بقول عليها راجل جميل قوي اسمه دينيس براجر، بيقول متلازمة المربع المفقود. كل واحد في حياته في مربعات مفقودة مش هيعرف يعمل فيها حاجة. الراجل ده جميل قوي والنظرية بتاعته رائعة وبديعة لما بنديها للعيبة في الملعب. رائعة رغم ان هي مش بتتكلم في الرياضة. طب دكتور عشان يعني ايه ما شاء الله الله اكبر يعني احنا بنحاول نستفيد من علم حضرتك باكتر فرص يعني وقت سألك. ممكن هنرجع بقى لرونالدو مينتاليتي. اوكي. كل ده كنا بنتكلم في النقطة الأولى وتشعبنا
في لا ما في احنا تشعبنا جوه الموضوع جوه طيب آه ما جوه الموضوع آه. لا انا بتكلم بقى حضرتك قلت الاول أو نقطة. لا اهتم النقطه الاولى لا اهتم بالناس عليها وبص عليا اوكي دي نقطه منتهى الخطوره اوكي انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا ولادي بيقعوا في دي يعني بص قد ايه حضرتك يعني شوف انا بسمع حضرتك انا ولادي بيقعوا في الحته دي صحيح ان هو انا فلان قال عليا ده المدرب مدح فيا النهارده لا 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 طيب نخش على النقطه الثانيه اللي خلت رونالدو النهارده في المقدمه او ما شبه رونالدو بقى من كل الناجحين دول تمام ايه النقطه الثانيه النقطه الثانيه ان هو ليس هناك قمه واحده في الحياه هناك قمم مختلفه لا تكتفي ابدا بقمه واحده يبقى لازم انا حتى لو انا اعلى حاجه في اعلى حاجه دور على قمه جديده القران بيتكلم عليها ربنا سبحانه وتعالى ايه فاذا فرغت فانصب صدق الله والى ربك فارغب طول الوقت خلص قمه تدخل على القمه اللي بعدها خلص قمه ما توقفش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه يقول إذا قامت القيامة وبيدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها طب يا رب القيامة قامت صحيح مالكش دعوة أنت بقى أنت عندك قمم تانية مش خلصت قمة خش على القمة اللي بعدها طب واليوم هتوب مالكش دعوة حياتك تبقى كلها كده ارتقاء بين القمم لكن فكرة إن أنا حلو كده أقول لك بص أنا راضي عن نفسي كده أقول لك تعال أنت راضي واقع ولا موقع راضي واقع اللي احنا قلنا عليها ان سقفنا انت لا راضي واقع راضي واقع هسقفنا راضي لكن راضي مش هتعرف تعمل حاجه هنا بالزبط. لكن راضي موقع اقول لك تعال لا. اشد ودنك لازم راضي ليه هنا ليه كمل في قمم عندك اخرى وانت ما زلت صغير في السن وعندك طاقه خلينا نقول النقطه الثانيه ما فيش قمه واحده قمم خلينا القمم. بقى نبسط اكتر ننزل بقى الليفل ما هو ممكن يكون حد مش فاهمنا من الاطفال الصغيرين او قمه مثلا انا لاعب وصلت بقيت افضل لعيب في المركز ده في فرقتي تمام دي قمه كويس القمه الثانيه سهل مان اوف ذا ماتش سهله سهله ايه طب ايه القمه الثانيه ممكن تنقلها لو انا هنا كده الماتش اللي جاي مان اوف ذا ماتش برضه ومان اوف المنتخب وكاس العالم واحتراف بره دي كلها قمم مش حاجه اسمها انا اخري هنا والترانسفير محتاج مجهود وشغل القمه الجديده انا هستثمر فيها المهارات والخبرات اللي خدتها من القمه اللي فاتت ما هو القمه اللي فاتت دي اديتني خبرات مش موجوده عند الباقيين بدينا وصلت للقمه ولا كنتش اوصل للقمه فهاخد بقى مجموعه الخبرات دي تساعدني اروح بيها هناك اروح على القمه الثانيه اروح على القمه الثانيه اعمل فرق اكبر بين الناس اللي لسه ما طلعتش القمه الاولى كويس فبقى انا عندي خبرات قمه يقول لك يعني نبدا من الصفر ما فيش حاجه اسمها نبدا من الصفر لا انا ببدا من صفر زائد الخبره ثاني واحد دخل مشروع بروجكت كبير براس مال كبير خسر كل فلوسه يقول لك ايه حرام يا مسكين هيبدا من الصفر لا غلط خالص هو هيبدا من صفر فلوس زائد الخبره اللي خدها من التجربه اللي فاتت لا انت ما تخش في خبره جديده طبعا خبرة عندي جديدة خبره دي. موجوده اللي فاتت دي اوعى تلغيها من حياتك فالماتش اللي احنا خسرناه لا ده ماتش فيه خبره كبيره جدا وانا خسرت ليه الناس اللي بتخسر وتروح دي لا دي لسه بعيد عن الموضوع بتاعنا الاحترافي لو لازم لما يخسر هيقف عند الخساره عشان كده كارلوس كيروش حط الحقيقه مبدا جميل جدا جدا عند لعيبه المنتخب نتفق او نختلف على الراجل نفسه كروش على كروش بس المبدا بقى قال لك ايه قال لك احنا المباريات بتاعتنا اما فوز واما تعلم احنا بالنسبه لنا المبدا بتاعنا ايه الرياضه ايه مكسب وخساره لا قال لك لا الرياضه مكسب وتعلم فشال كلمه حلوة. الخساره حلوه فمن اول هنا اللعيبه لازم بدري جدا يتربوا انت ساعتها مش هتخسر لا ومش هتخسر مش هتزعل انت خسرت ايوه خلاص ما انا مش هتعلم انت هتكسبت بالظبط انت اتعلمت خبره انا كنت كسبان انا ليه تاني. ايوه ليه خسرت انا ليه دخل فيا جون في الاول انا ليه ما قدرتش احافظ على المكسب بتاعي فيبقى طول الوقت حتى المباريات اللي انا عامل فيها يقول لك كابتن هيثم الفوز ما يعلمش كتير الفوز ما بيعلمش كتير كله بيحتفل بالفوز الخساره بتعلم توجعك اوعى تعتبر ان خساره مباراه او بطوله دي حاجه وحش لا لا خالص دي هتساعدك جدا ان ده ما يتكررش مره ثانيه طب يا دكتور احنا خلينا نروح دي نقطه رونالدو من جديد مره ثانيه رونالدو احنا هاي. نروح ونيجي يعني كل الموضوع ده هو في الاول اخد دروس بنتعلمها طبعا الموضوع الاول ان انت ما تهتمش يعني او نقول التجاهل كل شيء وتركز مع نفسك بس الحاجه الثانيه طبعا عندك طموح من قمه لقمه القمه لقمه وتسعى لده بكل الادوات الممكنه بقيت لعيب كويس بقيت شويط انا عايز ابقى دخيل ده ايوه لعيب دخيل انا عايز ابقى لعيب بدافع دي قمه ثانيه ده ايه ده في حته صغيره طب عايز اطلع بالظبط كل شويه مضافة. ادور على قمه واشتغل عليها وده مش هيجي غير بالشغل صحيح طب النقطه الثالثه كيف اعدي دي اللي هي حته كلام الناس لازم انا النقد اللي يوجه ليا يبقى عندي قدره على التعامل مع النقد يعني ايه التعامل مع النقد قالوا عليا ايه
هايله جدا بحطها قدامي كده، ايه اللي ممكن يكون صح وانا هرتقي ازاي اذا كنت بتجاهل كل النقد؟ لا، في نقد وجه ليا ان انا كان عندي ميزد باص مثلا، انا بقرب من الكوره اكتر لان هي معظم الناس لا وهتبقى متشابهه مع الكل بالظبط، عندي كذا ميزد باص في الماتش وهم انتقدوني قالوا لا شريف النهارده كان عنده عدد ميزد باص في نص الملعب كتير جدا، ده انتقاد في محله، ده انتقاد في محله، حساب ايه الحكايه؟ هل انا ما كنتش بشوف كويس قبل ما استلم مثلا يعني؟ يبقى السبب الرئيسي للنقد ده نقد حقيقي وانا فعلا غلطان فيه، ده بستقبله عشان اعالج، لان لو ما حدش هينتقدني خالص امال اتعالج ازاي؟ اعالج ازاي؟ انا بعالج من اول النقد، نقد المدرب، نقد زمايلي، نقد الجمهور، نقد النقاد. يبقى اذا هستثمر النقد في الارتقاء. طيب مش هتجاهل كله، بس معلش بقى، مين اللي يقول او يحكم ان الانتقاد ده في محله او غير محله؟ انا بس انا في ناس بتكرهك فهتعمل حاجه حلوه جدا ويقول لك ايه؟ لا ده كانت تراي، انا بعمل كوره جايه لي خدتها على الطاير بدل ماس، لا ده تراي، فهو انت لو كنت وقفتها انسى بقى القصه دي خالص، انت عملت الصح. ما دي مساله خيارات، انا باخد خيارات في لحظه، الفرق بين المهاجم الجامد والمهاجم الفرق 10 سنتي بس، لو سبق 10 سنتي يتعمل معاه بلنتي. تعرف حضرتك بكلامك ده بيفكرني بايه؟ انا سنه 2000 كان بيمرنا مدرب ايطالي في منتخب مصر اسمه ماريو بلازوني، ربنا بقى يعني يديله الصحه لو عايش او يعني ربنا بقى يرحمه لو تعرف. ماريو بلازوني ده راجل ايطالي، كنا بنلعب بطوله في انجولا كان سنه 1999 وكنا بنلاعب نيجيريا في قبل النهائي وكان ماتش مهم جدا، فكنا خسرين وبنعوض، فجالي كره على تاتا بونت وجريت بيها، وقفت وكان الدنيا فاضيه وشطها ما جاتش. فتاني يوم انا كنت مديها طبعا، احنا خسرنا وما تاهلناش كاس عالم، فكنت فهو كان قاعد في ريسبشن الاوتيل قاعد بيحل كلمات متقاطعه، وانا نازل من الريسبشن فرحت له قلت له يا كوتش سوري ان انا شطت الكوره يعني دي وبتاع، فهو قلع نظاره القرايه وبص لي قال لي سوري على ايه؟ قلت له سوري على الشوطه اللي شطتها كان المفروض اروح اخلصها باسكت وبتاع. قال لي كلمه والله والله عمري ما انساها حتى. هو ده بقى، هو بقى كان عارف ده احنا كناش نعرف 99. قال لي انت لما شطتها كنت عايش تشطها وكنت عارف انت هتجيبها؟ قلت له اه. قال لي لو جات لك 1000 مره على نفس القرار وراح باصص في الورقه تاني ومكمل كمان. طبعا انت حكم نفسك ولازم تكون مأمين مع نفسك، انت الحكم اذا كان تقدر تجيبها ولا لا، انما انا مش هاجم انت شطتها، هو انت عملت ايه غلط؟ انت عملت تراي، انما التراي ده مش متكرر. الكلمه اللي حضرتك بتقولها صحيح، فانا ساعتها الكلمه دي هو بقى فاهم ان انا مش لازم الوم نفسي طول الوقت ومش لازم اقعد انبه طول الوقت، خلاص شاط الكوره وخد قراره بده، هو ده كلام حضرتك بتقوله. مش عايز اعديها دي. وكان بيعمل ايه حضرتك قلت لي؟ كان بيحل كلمات متقاطعه صح كده؟ خلص جملته معاك، قلع النضاره وبعدين رجع يعمل ايه؟ يحل كلمات. دي اسمها قدره على التعافي، ليها تمرين كتير قوي. تعافي يعني ايه؟ احنا خسرانين امبارح. ايوه ماشي، ما هو لازم هو والا مش هينفع يشتغل في الحته دي. لازم يكون عنده قدره على التعافي، التعافي من الفوز لتعافي، والتعافي من الخساره ليها تعافي. وبعدين السيستم العام، ثلاث قواعد في التعافي، اروح لهم ولا نرجع لرونالدو؟ لا معلش ومين؟ ما تفوتهاش دي. شفت بقى؟ يقول لك الفوز عايز تعافي اكتر من الخساره، زي ما اتفقنا الفوز عايز تعافي اكتر من الخساره. حضرتك فايز فالنشوه عندك انت فايز، طب احنا ربع ماتش يقول لك ماتش ايه ده، انا كنت بلعب بقى انا كسبان فرقه كذا ودول هعمل لهم ده نكسبهم واحنا نايمين، فيبدا جسمك حتى لو ما قلتش ده، حتى لو هو جواك جواك اللاوعي ينتج طاقه تكفي لبلوغ الهدف. تاني دي عايزه شغل كتير، بس احنا اللاوعي عندنا بينتج الطاقه اللي توصلني للهدف ده. عشان كده لو حد عزك الله جري ورا كلب في الشارع بيجيله طاقه اضافيه، طب دي بتيجي منين؟ اللاوعي. جريت جري يا جدع يقول لك كده، ما جريتوش قبل كده في حياتك؟ مع عكاز ماشي عليه، لكن الكلب لما جري وراح رامي العكاز وطاير. طب ودي حصلت ازاي؟ ايوه ما هو اللاوعي بيعمل كده. طب بيعملها ازاي؟ فيزيكالي، ما احنا ممكن نقول كلام نظري. لا هو بيعلي جدا مستوى السكر في الدم، ويعلي جدا ضربات القلب، ويعلي جدا الضغط. الثلاثه دول مع الادرينالين والكورتيزول عليوا جدا جدا، حضرتك دلوقتي حالا عندك طاقه اضافيه. سوبر باور. سوبر باور. بس تخلي بالك ان الحاجات دي شورت تيرم. شورت تيرم. ما ينفعش تطول، هتضرك. لان انت بتدي ماكسيمم باور فوق اللي انت بتتحمله كجسم. لو طولت الحاجه دي معاك هتضرك. ممكن اعمل ده واقعد اجري مثلا، ربنا يعزك، مثلا 300 400 متر، الاقي نفسي اتكفيت على وشي. طبعا. او وقعت او كعبلت في طوبه. صحيح. بالرغم يعني كلام حضرتك صحيح، لان انا جسمي مش مؤهل على ده. دي بنسميها المسافه، انا كل حركه حاجه تقولها لازم نروح لها حته. صح. دي المسافه بين التعب والضرر. التدريب الرياضي هو القدره على الحركه بكفاءه بين التعب والضرر. قبل التعب مفيش اي حاجه بدني خالص هتحصل،
يعني حضرتك كل يوم تروح تشيل في الجيم مثلا 30 كيلو كل يوم بقالك 10 سنين ولا يحصل اي حاجه، خلاص لازم انا اعدي ال 30 اللي هي ده عدينا التعب وابتدينا نشتغل في المنطقه دي كده، هشتغل فيها انا كمدرب دون الوصول الى الضرر. ما تمزقش. ايوه اللي هي الاوفرلود. الاوفرلود يعني ايه؟ يعني حد تجاوز منطقه الضرر فحصل اصابات. طب هل كل ما ارفع سقف التعب للاعب، يعني لعيب مثلا كان بيتمرن نص ساعه وتعب، بعد كده اديته 45 دقيقه، وبعد كده اديته ساعتين، هل ده نجاح ان انا برفع سقف كرك؟ هو لازم يرتفع طبيعي جدا. هو سقف التعب اللي كان عندي هنا ده بعد سنه تدريب بقى التعب هنا، فبقى الجزء ده عادي جدا كسبته، فهتروح تاني والضرر بيتحرك، التعب بيتحرك والضرر بيتحرك، دي كفاءه بدنيه. فلازم هو المدرب بيشتغل في المنطقه دي، ازاي يعرف يعمل كيرف التدريبي انه يتخطى التعب دون الوصول الى الضرر. طيب ودي من ضمن المهارات المهمه جدا. نرجع لعمنا رونالدو. ليه انا بقول كده؟ احنا بنمشي في طريق كده، نخش في حاره، نخش في شارع، نرجع تاني عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا معانا. طب احنا خدنا الاول ان انت التجاهل، وبعد كده الطموح اللي حضرتك شرحتها بالقصه، انا بجيب بس اكسبريشن كده قريب على قد استطاعتي يعني. لا العفو. ان ايه؟ ان هو يعني يكون بس الانتقاد تتقبله وتبروسيس الانتقاد ده عندك، وتشوف اذا كان في حق ولا لا، وتطور من نفسك. انما لو هيديك طاقه سلبيه نجلكت ده خالص، لازم. عشان ده ما يبقاش وبعد كده من قمه لقمه، دور كل ما توصل لقمه دور لقمه ثانيه، ده هيدي لك لايف تايم اكبر، اداء احسن، نجوميه اكبر، واكيد هتبقى انت اللي فايز. ويزود الشغف ويقتل الاكتفاء. صح، يزود الشغف ويقتل الاكتفاء. انا يهمني التاني اكتر من الاولى. الشغف كلمه مالوفه، بس الاكتفاء ما بنستخدمهاش كتير. يقول لك لا ده شبع فلان فلان. ايوه مكتفي يعني. وبنسمعها كتير في الكوره، يقول لك يا عم ده شبع كدا. ده جاب عربيه وجاب شقه هو كان عايز دول بس. وبيلعب كوره مش في دماغه الموضوع، لكن بلعب كوره عشان دول. فاول ما حصلوا معاه يحصل له نوع من الاكتفاء يضرني انا ويضر الفرقه عندي. طب مين غير رونالدو شايف انه ما وصلش الاكتفاء ده حتى الان، او من اللعيبه المنوره في دماغ حضرتك انه ما وصلش الاكتفاء ده في اي رياضه؟ زي مبابي طبعا، ما في ناس، وميسي كده، ما هو اللي خدوا الكره الذهبيه كذا مره، دول المفروض هو خد الكره الذهبيه. يقول لك احنا كنا بنلعب ايه؟ خدنا الكره الذهبيه الحمد لله. ده كده تمام، ده خدها كذا مره. ما هو ميسي خدها ورونالدو خدها كذا مره ومبابي بقى وكل اللعيبه. ليبرون جيمس في الباسكت ضرب اكتر تهديف اللي هو كريم عبد الجبار بقى اعلى منه في التاريخ. مايكل جوردن، ما هو وضرب مايكل جوردن ومش مبطل. يعني هو عمال كل ماتش بيحط له 30ايه 35 28 ليه؟ لانه عايز يروح لنقطه. هو حط تارجت، اضرب دول ضرب دول، عايز يروح لتارجت ان اللي بعديه ما يحققش اللي هو عمله. هو ده الكلام، هو ده الكلام. فده رونالدو عنده دي بقى. كل الناجحين هتلاقيهم بيفكروا في كده. افهم من حضرتك الكلام. كل حد عايز ينجح يبقى عنده الحته دي، حتى في راس المال، في التجاره، في اداره الاعمال، في المشروعات، الناس عندها الفكره ده. اللي عايز ينجح في الحياه، انا مش هنجح بقى نجاح مفيش اكتفاء في الحياه. والقران ما هي اهم حاجه، يقول لك ايه؟ ازاي بقى فين الرضا بقى؟ الناس يقول لك ايه؟ فين بقى الرضا بقى؟ اللي بقى ازاي؟ تعالى بقى حضرتك بقى عشان اكلمك. الفرق بين الرضا وعدم الاكتفاء. ايوه، في حاجه اسمها رضا الرحمن وحاجه اسمها رضا الشيطان. الرضا عن الواقع هو رضا الرحمن. الله اكبر. صحيح. اللي هو ما فيش في ايدك تغيره. وراضي بقضاء ربنا عليك. بالظبط. نعم. الرضا الموقع ده رضا الشيطان. ربنا مش عايزك راضي في الموقع. الشيطان يامركم بالفقر. هو عايزك كده، يعدكم بالفقر، ويامركم يعدكم بالفقر ويامركم بالفحشاء. هو عايزك هنا، عايزك مكتفي. الشيطان عايزك مكتفي. فلما الفقر مش فقر فلوس بس، كل حاجه بقى، كل حاجه عايزك فقر طموح، فقر مهاره، فقر. خليني الخصها لك في جمله سهله، فقر الاضافه على البشريه. لازم انا بطلع من البيت، انا ازاي عندي قدره على الاضافه على البشريه؟ انا مش عايز اضيف على شريف صلاح الدين، لا، انا عايز اضيف على البشريه كلها. انا قادر على تحسين حياه الناس، انا قادر اكون نموذج ملهم، نموذج ملهم لكل الناس اللي معايا، ملهم لاسرتي، ملهم لفرقتي، ملهم لمدربيني، ملهم للنادي، ملهم للبلد، ملهم للعالم. محمد صلاح النهارده لما مشي من المقاولين على اوروبا كان ملهم للعالم؟ لا، من كان بتوع المقاولين بس كتير ان هو هيحترف بره. اسرته مع بالظبط مع اسره بلده صغير، وانه يحترف بره. صح. وبعدين لا، بقى ملهم لمصر كلها، وبعدين بقى ملهم للعرب كلهم، وبعدين ملهم للعالم، العالم كله، اوروبا كلها. طيب هي القصه كلها كده. فالالهام ده طول الوقت لازم يستمر عندي. اليابانيين عندهم حاجه اسمها على الطاير كده اسمها الايكي جاي. الايكي جاي يعني ايه؟ الايكي جاي اللي هي تخليك في اعلى درجه من درجات الحياه وفقا لمقاومات حضرتك. ورونالدو عنده الايكي جاي على فكره، ما هو بقى هنروح له يعني. الايكي جاي اللي هي ايه؟ اول حاجه ان انا اعرف الاقي عمل بحبه جدا واعرف اعمله، وبعدين قادر على تحويله الى منتج، وبعدين اؤجر عليه دنيا واخره. لا خليني بقى، ده انا عايز اعرف حضرتك، لان دي ده قصه كبيره. انا عايز اعرف كل واحد، لانه كل واحد اهم حاجه النقطه الاولانيه انه يدور على اللي بيحبه طبعا،
والحته دي تهم جدا اولياء الامور وتهم كمان الطفل الصغير. بس لازم حضرتك نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور شريف عن كل ما يخص التطوير والطب النفسي والمنتاليتي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير. الحقيقه النهارده بنتكلم فيما يخص ازاي اللي عشان اللي ما شفناش في النصف الاولاني او قبل الفاصل، ازاي بنقدر نطور من المنتاليتي بتاعتنا، ازاي اقدر اتعامل مع المطبات اللي بتقابلني كرياضي، ازاي اطور من ادائي، ازاي اروح لحته تدفعني للنجاح بالرغم ان انا بتمرن وكله بيتمرن وكله ناس كتير عندها المهاره ولكن المنتاليتي هي الاساس. دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ازاي تدور على شيء انت بتفعله بتحبه وبعد كده تتطور فيه وبعد كده تؤجر عليه، يعني اشرح لي دي بالتفصيل. اليابانيين بيسموها الايكي جاي. ايكي جاي اللي هو سبب الوجود، هو ربنا سبحانه وتعالى اوجدني هنا ليه؟ انا عندي حاجات غير اللي عند حضرتك، وحضرتك عنده حاجات غير اللي عند الكاست بتاعنا، عشان نتكامل مش كده؟ عشان نتكامل. صحيح. فاليابانيين يقولوا لازم كل واحد فينا مسؤول اولا اسرته في الاول، لكن اذا فرض ان الاسره لم تكتشف الموضوع ده دوري انا ان انا اكتشفه، ادور جوه نفسي، دوري انا بقى ان انا ادور عليه. اول حاجه عمل اكون بحبه. يعني ايه كلمه بحبه؟ يعني مش هتعب لما اعمله، مش هحتاج اجازه، ما انا بحب الحكايه دي. احنا ليه بنحتاج اجازه؟ يقول لك تعمل ريكفري. ايوه ريكفري ليه؟ لاني بعمل مجهود في حاجه فانا عايز اريح في حاجه تانية. لكن تكون بتحب الموضوع 24 ساعه مش هسه، جسمك عمال يدي الطاقه انك حابب الموضوع اللي هو الباشون، عندي الباشون. هو لقى الحاجه اللي بيحبها بس مش عارف يوصل لها، لسه بقى جاي لنا اهو. أيوة. الثانيه حاجه بتحبها بتعرف تعملها كويس. يعني انا بحب الكوره جدا، بتلعب كوره؟ لا، هو مش هي دي بتاعتنا خالص، لازم تكون بتحبها وبتعرف تعملها كويس. اما تكون بتعرف تعملها كويس كمهاره هتبقى قادر طول الوقت على الاضافه عليها، بتبدع بقى الحركات اللي هي اللي في الكوره او حركات اي لعبه من الالعاب. في حركات يقول لك الحركه دي كانت جديده، حركه رونالدينهو، حركه مش عارف كريستيانو، حركه ميسي، ابداع ابداع بقى. ما هو بيحب الحكايه جدا فمش بيتفرج، لا ده هو ألف حركة. فإيه اللي خلاه ألف الحركة؟ إن هو حابب الموضوع جدا. طيب حلو جدا إن أنت مش بس الحب هو اللي هتعرف تعملها كويس. تعمل. طب هو ممكن يعني أسأل، هل بتعرف تعملها ولا قادر تعملها؟ يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أكون مثلا راجل بحب الرسم جدا، وأنا شايف إن أنا عايز طول الوقت أكون برسم، فحاولت أثقل ده بالتعليم، فحاولت أخش كلية معينة او اتجاه معين او دراسات معينه ان انا طول الوقت برسم، ما عرفتش اروح، ما جبتش مجموع، قابلني حد ظلمني في جريدز بتاعت مواد ولا حاجه ما قدرتش اوصله، فانا كده مش قادر برغم ان انا عارف بس مش قادر اروح للحته دي. طب اتغلب على ده ازاي؟ العالم النهارده تجاوز المنطقه دي، بقى بيفتح ايديه للكواليفايد مش للسيرتيفايد. يعني ايه كواليفايد؟ يعني ايه؟ يعني بعرف اعملها. مؤهل. سيرتيفايد يعني معايا شهاده. شهاده صحيح. أنا سيرتيفايد كذا كذا كذا، بس في واحد ما دخلش معانا خالص هنا بس عبقري، اختبار على الأرض، لا عبقري فعلا. في واحد ما راحش أي أندية خالص، اكتشفناه فجأة بيلعب في الشارع، تعالى يا ابني كذا، ما خدش أي حاجة من اللي الناس خدوه في النادي، سيرتيفيكيشن خالص ولا معاه كريدت حالي ولا أي حاجة. بس بقى نجم، تعالى يا ابني تعالى، ده أنت نجم بشوية رتوش بسيطة قوي نقدر نخليه أصبح كأنه بيتمرن معانا بقاله 10 سنين. فهو دايما ما تخلاش عن حلمه، ودور الحلم موجود، شوف تروح له ازاي، تروح له ازاي. والعلم النهارده أصبح متاح في كل على الإنترنت، وده أكبر دليل برضو إن في ناس درسوا. أنا مش عايز أتكلم برضو على الرياضة بس، في ناس درسوا دراسات واشتغلوا في مجالات تانية غير اللي درسوها وتفوقوا. لان هو كان بيحبها مثلا، او لعيب زي مثلا نجمنا الكبير الاسطوره عبد الله عبد السلام، اصلا كان لعيب كوره بالظبط وكان كويس في الكوره، ولكن سبحان الله حصل شيفت معين راح الطير. اتصور لو هو كان فضل في الكوره ما كانش هيبقى بالنجوميه اللي عملها في الكوره الطير. يعني افهم من حضرتك ان انت ما تقفش، كمل وهتوصل لحلمك، وشوف طريق لغايه ما توصل له. اضرب مثل بيانا شخصيا. اتفضل. شخصي طبعا، انا راجل ضابط شرطه. ايه علاقه بقى ضابط الشرطه بالتدريب اللي احنا بنتكلم عليه الاول بالتدريب الرياضي الاول؟ ماشي، ملوش علاقه. ملوش علاقه، بس انا عملت شفتيه كبيره جدا كده، رحت اتحاد الشرطه الرياضي، قلت لا انا بقى ايه الشرطه كشرطه اللي هو الشغل الامني انا مش حاسه قوي. رساله كبيره بس انا مش رساله كبيره جدا وفي ناس عظماء فيها بس انا مش حاسه قوي. مش حاسه. انا الفولي حياتي تقريبا وما خدتش حقي كلاعب وجهه نظر يعني. فايه المانع ان انا اشوفه بقى كمدرب؟
فخدت الكارير ده لقيت نفسي ماشي كويس جدا جدا. انا كنت مدير فني لمنتخب مصر للمعاقين في البارالمبيك جيمز وقتها، كان المدير الفني الكابتن لطيف ابراهيم الله يرحمه، عم الناس كلها يعني، وانا كنت ابنه والمدرب العام معاه، وبعد كده بقيت مدير الفني للفرقه بعد الكابتن لطيف. ورجعت هناك نائب رئيس اتحاد دوري الكره الطايره عن افريقيا، فواضح المجال الرياضي بدا يبقى ايه، يبقى أوسع. بالنسبه لي فتح كتير بالظبط. وبعدين مسكت منتخب مصر الناشئين وقتها، مجموعه جميله جدا، كان الكابتن اشرف ابو الحسن وكابتن نهاد شحاته، مجموعه جميله، ومحمود عبد العزيز افتكر اسماء يعني. فكويس قوي. وبعدين رحت فرنسا قعدت فتره درست كده فولي بول هناك في مونبلييه، بعد رجعت مصر فتره بسيطه ورحت الامارات قعدت رجعت من هناك في الفولي بول برضو مدير فني للشرطة من 2005 لحد 2011، وكان عندنا أفضل لعيبة محترفين في مصر تقريبا لونا وجواو، أصل أقول خلاص ده شغلي كله. في الوقت ده كنت أنا بجهز موارد بشرية وبذاكر وبعمل ام بي اي وبجهز لدي بي اي. طب ده بتاع ايه بقى؟ يعني ايه اللي خلاني انا في قلب المجال الرياضي؟ عندك حلم بشغل حاجه تانية خالص. حتى مراتي كانت تقول لي ايه؟ هي طبعا هتبقى سمعانا في الحلقه يعني، تقول لي شريف انا مش شايفه انت بتعمل حاجه مش هي بتاع شغلك يعني، فقول لها ما اعرفش بس انا حابب الحته دي. بتتفجر. فعمال اعمل حاجات ولقيت نجاحات، ابتديت اعمل محاضرات، المهم خدني يعني. انا افهم حضرتك ان هو انت في الاول ابتديت غلط. ابتديت غلط. مش غلط مش غلط مش قصدي غلط يعني، المتاح الموجود. صح، خلينا صح. الله الموجود تصحيح. انا دخلت المتاح قدامي بالظبط، ولكن بعد ما دخلت في المتاح عملت شيفت ورحت اللي بتحبه، رحت للديفولت بتاع نفسك. صحيح. وده ادالك افضليه كبيره. صحيح. انا اتعلم ورحت عامل شيفت تاني تاني بالظبط، تاني كبير قوي. الشيفت التاني كبير جدا جدا، التدريب والتطوير والطب النفسي الرياضي. خلاص انا استشاري شركات ومؤسسات دلوقتي بشتغل ايه؟ هو العنصر البشري ده، احنا ازاي ناخد افضل حاجه منه؟ انا مش بشتغل في مجال الرياضي بس، بشتغل مع الشركات كمان. ما هو اساس شغلي انا كموارد بشريه هو اللي عايز ينجح معش بالظبط كده، اللي هو البني ادم ده. ما هو زي ما انا عايزه محترف في النادي ومحترف في المنتخب، عايز محترف في شغله. ايوه بالظبط كده. وعايزه محترف كزوج. طبعا صح. عندنا شغل كتير جدا في السعاده الزوجيه. ايوه في السعاده الزوجيه. وعايزه محترف كبني ادم مع زمايله، محترف الانسان محترف كل الناس بتدور عليه. فمساله الاحتراف الحياتي دي هي اصل الموضوع. عملت انا منهج فن الحياه بالكامل، انا قعدت 10 سنين اقدم برنامج فن الحياه في الراديو كل يوم على مدار 10 سنين في الحته دي كده، اللي هي ازاي نبقى ناس محترفين ونستمتع جدا بالحياه، فرص استمتاع كبيره جدا. طب دكتور احنا احنا رحنا للنقطه الثالثه مع رونالدو، يمكن نتذكرهم مع بعض. النقطه الاولى ان انت تتجاهل او يبقى عندك لا مبالاه بشكل معين لاي حد ينتقدك وكمان حد يمدحك، مش تاخد الحاجه اللي تزقك اللي تفيدك. الحاجه الثانيه من قمه القمه، ده بيدي لك دايما استمراريه ودايما بيبقى عندك حلم جديد وامل جديد وقلنا ازاي نطبقها وازاي بنعمل قبل ما ننام والكلام ده كله. ورحنا على الايكي جاي، ازاي نكتشف الحاجه اللي عندنا، عمل بحبه وبعرف اعمله كويس، فيكون عندي ادفانتج الابداع موجود عندي انا مش موجود عند الناس الثانيه، واعرف احوله لمنتج. بس دي مهمه. انا اقول لك انا بلعب كوره حلوه جدا جدا، تلعب فين؟ بنلعب في الشارع مع اصحابنا. ايوه تعرف تحول منتج. منتج يعني اجيب فلوس، منتج يشتري يدفع فلوس، لازم يدفع فلوس. وما انا اعيش ازاي؟ يقول لك لا اصل انا بعملها هوايه. يبقى ده مش الايكي جاي. الايكي جاي ان حضرتك تعرف تحول له منتج يجيب لك فلوس. مش كده رونالدو لما طلبوه في السعوديه هتدوني كام؟ ايه المخصصات بتاع؟ راح رايح من غير ما يفكر. فرونالدو سبق كل الناس اللي راحت وراهم، هم راحوا وراه بعد كده كتير، نجوم كتير راحوا وراه بعد كده. مين اللي خد خطوه الاولى؟ رونالدو. او انتقدوه ناس كتير، قالوا السعودي انت تسيب ما خلاص اصله فلس اصله خلص. لا ده متالق هناك ولا فرقت معاه اللي هو احنا بنحكي عليه بقى، ولا فرق معاه كلام الناس. انا رحت حته شايليني فوق راسهم بجتهد كاني لسه ببدا الرحله بتاعتي، فكانت نتيجه اجتهاد. وراح قمه جديده هو ده بقى نتيجه اجتهاده، فحفز ناس تانية. طب ليه ما نعملش زي رونالدو اللي هي بيقول لحضرتك ايه؟ هو قادر يعمل ايقونه الناس تقلده، عشان كده سموه المدرسه، مدرسه رونالدو في التفكير. صحيح. فالنهارده هو عمل دي قادر يحولها لمنتج. احنا بالنسبه لنا كعالم اسلامي نقول يؤجر عليه دنيا واخره. يعني ايه الحته دي؟ يعني صلاح لما يجي مثلا يقولوا صلاح يا جماعه اتبرع لقريته بكذا كذا كذا، ما هو ده يؤجر عليه دنيا. هو كان يعرف يعمل الكلام ده الا لو هو محترف وعنده الامكانيه دي كده، مبالغ كويسه يقدر بيها بالظبط يعمل حاجه لقريته ولناسه يؤجر عليها دنيا واخره. صحيح. صحيح. بيجي ولد صغير نفسه يعدي من الامن الموجود في الملعب عشان عايز يسلم على صلاح او يتصور معاه،
فصلاح هم حجزوا الولد الصغير في الامن، صلاح جري بسرعه جدا جاب الولد، جاب الولد وراح مديله كمان تيشيرت. ما هو ده بيغير الصوره عن مصر والمصريين والعرب جدا. ممكن يكون حد واخد فكره صحيح. غلط مثلا صحيح. مش في محلها، ولكن هو بيستطيع بتصرف بسيط صحيح يؤجر عليه دنيا اخر. بنقول عليها البارادايم، يعني كام واحد قدر بقى حول العالم يبص على تصرفه ويقول ايه الله صلاح ده غير الصوره الذهنيه بتاعتي خالص، ده انا كنت فاكر المصريين دول بص بقى لا 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 ده مصريين ده أيوة. بص صلاح ده بص العرب ده بص واحد بس واحد بس قدر من خلال تصرف ايجابي احترافي ان هو ينقل الصوره الايجابيه دي لكل العالم عن مش بس بقى مصر او بلده، لا ده عن العالم العربي والاسلامي. طب طب دكتور خليني اقول لحضرتك انه احنا مش هنسيب الموضوع ده للصدفه، ان اللاعب صغير او النشأ او النادي بتاعه يوفر له الاعداد النفسي وازاي يطور من نفسه وازاي يطور من المينتاليتي بتاعته. ما هو الاعداد السايكولوجي ده هو في الاول والاخر انت بتغير فكره المينتاليتي بتاعته او عقليته. طيب انا كولي امر وما عنديش الادوات دي، يعني انا ما عنديش في المركز الشباب اللي بلعب فيه ما عندوش الامكانيه انه يجيب ناس متدربه او متعلمه تديني ده، انا على مستوى الاسره اللي هي امكانياتها على قد حالها مش قادر يقوم بالدور ده ازاي؟ يقرا فين؟ ما هو العلم دلوقتي ملوش حدود، يعمل ايه؟ يعني حضرتك حط نفسك مكان ولي امر او لاعب ما عندوش الامكانيات ان يوصل او حد يجي يديله العلم اللي حضرتك بتديه، يعمل ايه؟ كويس قوي. زمان قوي العلم ما كانش موجود، كنا عشان نجيب كتاب تدريب يا شغلانه صعبه جدا. انا مريت بالتجربه دي ومش عايز اضيع وقت الحلقه، بس اقول لك حاجه تضحك جدا يعني. الله يرحمه كابتن عبد الحليم الوكيل، الف رحمه ونور عليه، كان مديري في الشغل وعنده مكتبه، كان مدرب منتخب مصر قبلها بكتير، فكان عنده مكتبه كبيره كده هيفضيها مكتبه في الشغل ففيها كتب فولي. فقال لي يا شريف لو انت عايز كتب من المكتبه تعالى خدها. انا بقى طبعا رحت بص على المكتبه يا نهار ابيض كتب مش ممكن، فرط في الكتب دي كتب جامده جدا عايز اخدها. فرحت واخدها، كان في كتاب كده بتاع الاتحاد الكندي للكره الطايره 74، وكان في كتاب بعد اولمبياد طوكيو تقريبا اصدار 71. خدت الكتابين دول وعمال اذاكرهم بقى. الكلام ده كان سنه كام بقى؟ سنه 87، بعديها ب 17 سنه. فكل حد يجي لي مكتبي ويبص على كتب، كان كتاب الجلده بتاعته اورنج جميل او حتى كتاب شكله فخم يعني، كل يبص على كده يقول لك ايه يا ابني الايه؟ مش الواد شريف ده محظوظ، ده مع حته دين كتاب، حته دين كتاب اللي هو ايه؟ بيتكلم 17 سنه فاتت. لان العلم ما كانش متاح كده. كان صعب، كان صعب. العلم سهل جدا جدا، كل اب عنده ابن او بنت بيلعبوا يقدر يدخل على النت ويكتب على جوجل زي ما بيدخل على فيسبوك، يستبدل ويدخل على جوجل سيرش تمام. ويكتب ايه الاعداد النفسي اللاعب ناشئين، الصلابه النفسيه اللاعب، التعافي بعد المباراه، كل الكلام ده اصبح مكتوب. سؤال في ايه الفرق بين المكتوب وبين اللي احنا بنقوله هنا وبين المهارات؟ المكتوب تديك معلومه، احنا شغلنا ازاي نديك المهاره. الفرق بين الناس هو ما بين المعلومه كنصيحه والمهاره تعرف تعملها ازاي. احنا نعملها ازاي دي بالنسبه لنا مش واضح قوي. يقول لك ايه حضرتك بتقول للولاد، وانا بقول لولادي زمان بقى تخليك راجل، يلا خليك راجل. ايوه عايز يعمل ايه بقى حضرتك؟ ايوه يعمل ايه بقى؟ ما عارفش يعمل ايه بالظبط. خليك راجل، دي نصيحه. انشف اعمل ايه؟ كده بقول لحضرتك اعمل ايه يعني. ايوه دي نصيحه. النصيحه ما تعملش اي حاجه، احنا احسن ناس ناخد نصايح. بس في حاجه اسمها المهارات. النصيحة دي مش اوتو بايلوت. اوتو بايلوت يعني حاجة موجودة عندي جزء من شخصيتي اسمها اوتو بايلوت، مش محتاج افكر فيها. في حاجة عندنا اسمها منتال بروسيس. منتال بروسيس يعني في عملية عقلية، احنا اللاوعي عندنا في اوتو بايلوت مش هفكر فيه لما يتقال، تسألني اجاوبك، اذا ما مرش على عقلي. امال حضرتك اسمك ايه؟ فلان. مش هتقولي بقى ايه اسمي ايه اسم؟ لا مش هينفع، بروسيسنج هنا خالص. بتروح طالع على طول ساكن فين، خريج كليه ايه، اولادك مين، مواليد سنه كام. ده اسمه اوتو بايلوت. كويس. في حاجه ثانيه اسمها منتال بروسس. لما اقول لك ايه كابتن هيثم حضرتك اتغديت يوم الاربع اللي فات، هتقول لي ثانيه واحده الاربع اللي فات بيحصل حوار بين الكونشس مايند والسب كونشس مايند، بيساله يقول له اتغدينا ايه الاربع اللي فات، السب كونشس يساله النهارده ايه، يبدا يقول له. اذا احنا احتاجنا لمنتال بروسيس. الحته دي بتاخد وقت. اللعيب اللي في الملعب يقاس بحجم المهارات الاوتو بايلوت مش بالمنتال بروسيس. حلوه دي يا دكتور. طب الاوتو بايلوت يجي من ريبيتيشن؟ طبعا ريبيتيشن صحيح. لانه لو كرر غلط خلاص. ولك مثلا ايه حركه في الباسكت مثلا، بتعمل دريبل انت مش شايف الباسكت خالص وتلف ترمي من غير ما تشوف، طب ودي عملتها ازاي؟ اوتو بايلوت. اوتو بايلوت طيب. السبايك سيرف فولي بول
يعني سبايك سيرف هو شايف الشبكه؟ لا مش شايفها، هو شايف الملعب خالص، عينه على الكوره ورميه عاليه جدا واخد خطوات الارتقاء بتاعته، مش شايف الخط ومش شايف الخط، كل ده اوتو بايلوت. فلما نقول اللعيبه المدرب طبعا ركز لي على الاوتو بايلوت عندك، مستوى الاوتو بايلوت عند اللعيبه قد ايه، حجم المهاره الموجوده اوتو بايلوت قد ايه. هي دي مهمه جدا. دي من ضمن الحاجات اللي المدرب بياخدها مش اللعيب. فلما بوصل لقدر مهارات في الاوتو بايلوت كبير انا مطمن عليه. والصلابه النفسيه بقى اوتو بايلوت مش منتال بروسس، مش هقول لك عايزين نفكر انا ابقى اتعافى من الحكايه، يقول لك ما عشان تتعافى لازم دي كلها منتال بروسس. لا انا لازم اطمن. هو كلمه بناء يعني ايه؟ احنا سكننا الحاجه دي في الاوتو بايلوت، ودي بنيت الدور الاول حطيته في الاوتو بايلوت بالظبط كده. بالظبط كده. عشان اقول لك ايه، والله احنا حاولنا معاه ما فيش فايده. حضرتك بتحاول منتال بروسس لسه بدري على المنطقه بتاعتنا اللي بنتكلم عليها دي، لسه بدري. فكل المفاهيم اللي احنا بقولها السهله دي لازم موجوده عند المدرب، موجوده عند اللعيب، موجوده عند بابا وماما. بيقولوا بابا وماما الحد الادنى الاول تاخد المعلومه الاول ان ابني محتاج كذا 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 كذا، وبعدين بتبدا تدردش مع القريبين منك او اللي قاموا بيقعدوا مع بعض في النادي، انتوا تعملوا جروب مع بعض ودردشوا في الحاجات دي على اساس ان احنا نوصل لافضل اداء ممكن. لكن هنيجي بقى عند المهاره هتحتاج متخصص. طيب نرجع بقى للتراك بتاعنا الاساسي، رونالدو. ليه مالك. احنا بنطلع منه لان ده حياه يعني، حد بتقول ده هو ده الحياه وهو ده الفرق بين واحد والتاني. خلاص المبدا الياباني اللي حضرتك قلت عليه احنا طبقناه. تمام كذا. هنروح بقى للنقطه الرابعه اللي هي العلاقه بين النتائج وبين الجهود. رونالدو بيقول لك انا مش دعوه بالنتيجه خالص، انا الاوفر مرفوع، خدت التيكوف بتاعي، حاولت اسبق المدافع بخطوه وحطيتها براسي، جت وما جاتش دي مش بتاعتي. اسمح لي احييك يا دكتور، ما هو والله العظيم احييك واشكرك، لانه فعلا الجلد الذات اللي بيحصل دلوقتي ان انا راجل عملت اللي عليا وما جاتش بتاعتي دي مش بتاعتك. طب ما هو انت لازم مش كل مره هتيجي، والا تبقى انت يعني انت مكنه، البني ادم مش مكنه. لكن هو المهم هل انا سبقت المدافع بخطوه ولا لا؟ سبقته. اوكي؟ ممكن اكون محتاج اتمرن سن على السرعات والتكنيك ان انا اسبقه اكتر. يبقى اول خطوه عندي ان انا محتاج اسبق المدافع. ليه بقى؟ ما انا لو سبقه، تخلي بال حضرتك هو ضربه الجزاء بتيجي، انا برضو بروح للفوليا للكوره. ضربه الجزاء بتيجي ليه؟ لان المهاجم سبق المدافع ب 10 سنتي. فالمدافع جه يحط رجله في الكوره، ما جاتش في الكوره، جت في ايه؟ جت في رجل المهاجم بلنتي. صح. احنا بقى شو هناك ايه؟ يا غشيم المدافع، هو مش غشيم، هو هي حته واحده بس. بدل ما زق الكوره زقت رجله. زقت رجله خلاص، خلاص ضربه جزاء. مش بقول لك هو المهاجم الشاطر اول حاجه عنده ازاي يعرف يسبق المدافع بقدم واحده، قدم. فرونالدو عارف الكلام ده، فيجي بقى يقيم ادائه. يقول لك هل انا قدرت اسبق المدافع بخطوه؟ اه يبقى علامه صح. تشيك ليست كده. طب انا التيك اوف عملته صح، كل حاجه عندي عملتها صح، ما جاتش كوره. لقيت بقى حاجه مثلا حطيتها بالهيد كنت ممكن احطها اقوى وترددت، لا المره الجايه مش بيراجع الحته اللي فيها المشكله. يعني مش بيراجع ان ضيعت الكوره، انا حظي الدنيا ما قلت. تصدق فعلا انا مش عمري ما شفت رونالدو بيندب حظه. يعني بجد والله. يعني دايما ايه رونالدو عمري ما شفته مثلا جاله فرصه او عمل حاجه، يعني اخره مثلا ايه يعمل كده مثلا عمر بقى مثلا وجز على اسنانه اللي جايه بقى اللي عشان اللي جايه اللي جاي. عمري ما شفت رونالدو مثلا لا 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 انا عايز اتغير مثلا. ما شفتوش احمل كده. لا مش عايز يتغير خالص. هو مش عايز يتغير لانه عارف انه هيقدر بسرعه جدا يتعافى. ده في ثانيه بيقلب الصفحه ويستنى كره ثانيه جايه عشان يحطها بشكل ثاني بشكل مختلف. هنجيلها في وقتها دي هنشرحها. طيب طبعا. بس دلوقتي حضرتك ان انا ماليش دعوه بالنتيجه، انا عامل جهد ونتيجه مربوطش بالاثنين. الشعر بيقول لك ايه عليها دي؟ يقول لك على المرء ان يسعى الى الخير جهده وليس عليه ان تتم المقاصد. انا شغلي اقصى جهد ممكن، النتيجه تيجي فين؟ لا مش هنعرف. احنا بقى مثلا بندرب عليها. طب دي مردودها ايه؟ يعني لما نفصل ده عن ده ولو ربطت ده وده، خلينا بس نوضح بقى. تمام. لو عملت ده هيحصل ايه؟ ولو انا ربطت بين الجهد والنتيجه هيحصل ايه؟ هروح فين؟ لو ربطت بين الجهد والنتيجه انت جالك نما عندك في السب كونشس مايند ان انت ضحيه. بتعمل كل عليك عملت كل. طب انا اعمل ايه تاني بس؟ طب مش عامل وصلك في الاخر بقى في الاخر. طب والله ما انا ما بتاخدش قرار، هو اللي بيديك، هو بيديك القرار، حضرتك مش تاخد القرار. ما تعبنا وما حصلش حاجه. قال لك ايه؟ بص اسمعني، الموظفين يقولوا كده، احنا يا ابني هنا في المؤسسه بتاعتنا دي حطها حلقه في ودنك، تشتغل كتير تغلط كتير يرفدوك، تشتغل قليل تغلط قليل يجازوك، ما تشتغلش خالص
ما تغلطش خالص يرقوك يحبوك ويحبوك ويرقوك. يبدا السب كونشس مايند يقول لك ايه؟ ما تشتغلش. يبقى ما نشتغلش. فتيجي الصبح او ما تلاقي شغل السب كونشس يقول لك ايه؟ هتترفد، هتتجازى، فمش عايز تحط ايه في شغل، خايف تبدع طول الوقت، خايف تبدع. فبالتالي انت عملت قاعده عندك مش واخد بالك، بنسميها كابتن هيثم سبليمينال. سبليمينال حاجه في الخلفيه انت مش شايفها، بس هي اللي بتحركك 100%. لكن الانسان عبد افكاره، احنا عبيد افكارنا. واحد يقول لك ايه؟ مهما عملت المدرب مش هيلعب، انا ما بيحبنيش، مهما خلاص عملت مش هتلعب. مش... يبقى مش هتلعب. مش هتلعب، لان هتعمل كل حاجه تؤدي بيك في النهايه انت مش هتلعب. ما هو انت عارف مش فهجاوب عشان تاكد الفكره، الفكره دي اللي في دماغك بالظبط كده. الانسان عبد افكاره، هتاكد الفكره دي. ما الفكره تمكنت منك فتاكدها، ما تحطش الفكره دي. يعني دايما ندي نصيحه للولاد يقول لك لا بص يا بابا انا بص انا عارف نفسي عارف حظي. حاضر، هيبقى حظك كده. هي دي بقى، ما تقولش. اقول لك حدوته صغيره قوي في نص دقيقه بس لطيفه عشان نعرف الناس. لا من فضلك حاجه، يعني ايه الانسان عبد افكاره؟ راجل جميل قوي اسمه بشام سهني، انا كاتب قصته في الكتاب عندي، لان هو فعلا بيتكلم حاجه بيشرح يعني ايه الانسان عبد افكاره. بيقول بشام سهني، هو اديب هندي ساخر عنده دلوقتي 77 سنه، فبيقول وانا عندي 10 سنين كنت بدخن، فما اقدرش اروح اشتري سجاير من الدكان لان لو والدي عرف هتبقى مشكله جامده جدا. وصغير. فالحل بتاعي ان انا كنت اخد سيجاره من علبه السجاير بتاعه والدي خلصه كده واقعد اشربها اخمس فيها طول الاسبوع ومش هيحس بيها. ومش هيحس بيها. فبيقول والدي اكتشف ان السجاير بتنقص من العلبه بتاعتي. بيقول بابا ما فكرش، ابوه ما فكرش، راح رايح مباشره يضرب اخويا الكبير اللي عنده 17 سنه. فطبعا اخويا الكبير عمال يحلف وهو بيتضرب بكل المقدسات الهنديه انه لا شاف سجاير ولا يعرف وابويا مش مصدق. نزل ضربه علقه جامده، فانا بتفرج على اخويا بيتضرب ومش قادر اقول ان انا اللي باخد السجاير. بس ضميري بيأنبني ان اخويا بيتضرب بسببي. اخويا بيتضرب بسببي. فيقول كان الحل عندي ايه وانا طفل صغير؟ ان انا اروح الدكان مصروفي اشتري بيه حلويات، واجيب نص الحلويات دي اديها لاخويا واخد انا النص، بعوض بكفر عن ذنبي. عن ذنبي. فبيقول ايه؟ بيقول اخويا بعد ما اديله حلويات ياخدني في حضنه ويعيط، يقول لي انت الوحيد اللي يحبني في البيت ده. وانا هو سبب العلقه، هو سبب العلقه. وانا بعيط لان انا مش بحبه ولا حاجه، انا بحاول اكفر عن ذنبي. المهم بيقول على مدار شهرين ثلاثه اخويا اتضرب علقتين موت وانا شايفه، بس مش قادر اقول، ومستمره الامور وخلاص، وبديله حلويات نص مصروفي حلويات. راضي بيتضرب وهو راضي وبابا بيضرب. مفيش حل يعني. المهم بيقول، هو بيقول في يوم اسود، ما بحبش اسود بس هو كاتب كده في مذكرات، بيقول في يوم اسود ابويا كان عامل كمين وعامل نفسه نايم وبص على علبه السجاير. اصل هو مش طبيعي كل مره يتضرب ده ويسرق برضه يبقى وصل لحل. بيقول انا دخلت كالعاده ورحت فاتح علبه السجاير بتاعته على الترابيزه، وقاعد ساحب سيجاره حاططها في جيبي وطالع من الاوضه، الا وفي واحد معلقني من قفايا ومسكني رافعني. ابويا بقى بابا واخوه بيضربوه. لا لا، شافني وانا باخد السيجاره. فبيقول انا كنت عامل زي بندول الساعه، خليني اكمل لك عشان تعيشها. ماشي. يعني بيقول انا رفيع قوي، فكنت هو رافعني عن الارض، رجلي مش على الارض، عامل زي بندول الساعه في ايده. وعمال افكر يا ترى انا هتضرب ازاي، انا هتضرب بأني طريقه، بنيات بقى ولا عصيان ولا زي ما اخويا اتضرب، وكل الضرب اللي اخويا اتضربه قدامي. فبيقول في وسط ما انا افكار السوداويه دي كلها في دماغي، ابويا راح راميني بعيد كده وقال لي كنت متاكد ان اخوك بيبعتك تاخد له السجاير، وسابني. وسابني وراح يضرب اخويا تاني. فهو بيقول الى اي مدى الانسان بيكون عبد افكاره، بالرغم انه شاف دليل يخليه شاف الدليل بس دماغه بتقول له. حلوه حلوه القصه دي. ما هو ده حقيقه، هو ده بيحكي لك قصه من الواقع في حياته. فبيقول لك يعني ايه الانسان عبد افكاره؟ لازم اعرف اراجع افكاري، انا فكرتي صح ولا غلط؟ مدرب مضطهدني، انت بتلعب كويس؟ الاول احصائياتك كلها كويسه، مفيش حاجه اسمها مدرب مضطهدك، المدرب عايز يكسب بالظبط والنادي عايز يكسب. اقنعه. العب. اقنعه ان انت كويس. تموت نفسك وافرض نفسك بالعافيه على مدربك وعلى ناديك وعلى منتخبك وعلى العالم كله، العالم بيشتري مهاره. طب افرض بقى ان انا خلصت عملت كل حاجه والمدرب ما لعبنيش، هو اللي هيمشي. انت هتفرض نفسك على المدرب، يعني دي مش عندنا، شعور الضحيه يقتل الطاقه الابداعيه اللي جايه من عندي. انا لو ربطت المجهود ب النتيجة يبقى أنا بقيت
عبد فكري هتعب بالظبط كده بالزبط. انا تعبت 10 مرات وما جبتش نتيجه، الفكره دي هتتملكني بالظبط وابقى لعيب هزيمه. ايوه يعني ايه لعيب هزيمه؟ لعيب العب انا مهزوم داخليا داخليا وعارف الموضوع ده احنا قابلناه كذا مره. خلينا نتكلم حضرتك بكل امانه فريق كره اليد كويس. ارجع بقى تاني ما انت عارفني بقى لا جميل واحنا عايزين كده فريق كره اليد السنه اللي فاتت كان بيعمل مجهود ويبذل مجهود كويس جدا ويتمرنوا كويس قوي وييجوا يخسروا من الزمالك اخر دقيقه او اخر 30 ثانيه بطريقه دراماتيكيه غريبه وخلاص الموضوع ده اتحفر في بقى جوه اللعيبه وحتى جوه الجمهور يقول لك لا لا احنا يبقى الماتش شغال يقول لك يا استر يا رب ما نخسرش في الاخر. فهنا اصبحنا كلنا عبيد ايه فكره لاننا ربطنا المجهود بخسر في الاخر ربطت المجهود بالنتيجه في حين ان هم لما كسروا الارتباط ده وكملوا تعبهم ومجهودهم والنادي دعمهم برده ما النادي برده اداره طبعا وفصل ده عن ده جه المكسب طبيعي المكسب اصلا ربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعب حد. في حاجه اسمها ايه؟ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله اذا كان ربنا سبحانه وتعالى مش بيضيع تعب الملحد هل يضيع تعب المؤمن؟ مستحيل. بس في حاجه عندنا اسمها البوينت سيستم في ناموس في يعني قانون ربنا حطه قانون كوني صحيح. ايه بقى البوينت سيستم ده كده؟ ده محطوط فيه الجهد بتاعك لازم تاخد حق الجهد بس تاخده فين دي مش قضيتك مش بتاعتك بقى يعني ما تربطش النتيجه خالص اجتهد املى الصندوق ده سيبها على الله بلنتي حلو كده الحارس مرمي شمال والكره تطلع اوت يمين الحارس عمل حاجه هنا بس اجتهد ممكن ايوه هو ليه بقى قبل كده رصيد في البوينت سيستم فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه نعم فبالتالي بياخد حقه في الحياه انت تعبت جدا في كتير في التمرين وعملت كذا وكذا فلازم تكافئ يا البلنتي يتشاط كويس قوي يجي في العارضه والحارس مش عندها خالص ماشي ما هو ما جاتش جول على الرغم انت مرمي الناحيه الثانيه والعكس بقى صحيح واحد حارس وقف كويس جدا جدا والكره تروح خبطه في رجل واحد ومغيره اتجاهها في ثانيه وراح الناحيه الثانيه يكافئ المهاجم المهاجم بيكافئ ما عملهاش حلوه ولا حاجه دي خبطت في رجل الجون او زحمه كده والكره خبطت فيه هنا وراح داخله جون يقول لك مش قصده مفيش حاجه اسمها مش قصده في حاجه اسمها بوينت سيستم يكافئ عليه فربنا سبحانه وتعالى بيكافئه على جهود مبذوله قبل كده ممكن تكون جهده قبل كده ممكن في نفسها يكافئه ممكن في نفس الموقف يكافئه احنا هنا بنقول كلام طبعا نظري لكن جوه الشغل بيبقى عملي بنشرح حاجات عشان نخلي اللاعب نقول له ايه ادي الكيسز اللي انت تشوفها سهله جدا وتعرف يعني ايه البوينت سيستم البوينت سيستم ده كان موجود عند هاجر عليه السلام بوينت سيستم تعبت جدا 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 في الصفا والمروه سبع اشواط صعبين قوي طب ما لقيتش الميه الصفا والمروه هل تندب حظها بقى؟ انا طب اعمل ايه يا رب؟ ابونا ابراهيم سابنا ومشي وانا اللي مش عارف ايه طب انا بقى جايبني من مصر عشان اتعذب انا هنا خالص الجهد بتاع الصفا والمروه السبع اشواط الصعبين جدا دول ده بوينت سيستم هتكافئي يا هاجر تكافئي فين؟ مالكيش علاقه تكافئي ازاي؟ برضه مالكيش علاقه يعني ايه بقى؟ يعني هاجر لو كانت لقيت الميه على الصفا او على المروه ما كانتش عملت سبع اشواط لا مش بس كده كانت هتبقى اما خلي بالك لو لقيت حد يساعدها على الصفا والمروه كانت هتبقى اما هي واسماعيل عبد لان في الزمن ده كان اللي بيلاقي حد يبقى عبد يستعبده. عنده عشان كده سيدنا يوسف ربنا يقول ايه فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه وشروه بس وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين لانهم لقوا يوسف لقوه فيساعدوه ينقذوه من الهلاك بتاعهم فهاجر لو لقيت حد يساعدها دلوقتي كده تبقى ايه اما واسماعيل عبد ربنا مش عايزهم كده كده عايزهم اسياد عايزهم اسياد طبعاً القبيله النبي وطبعا بالظبط تيجي هاجر ترجع مكانها بعد ما تعبت ماتت الصفا والمروه سبع اشواط تنفجر زمزم تنفجر زمزم يا سبحان الله على الرغم وعلى فكره اقول لحضرتك حاجه برضو معلش انا اسف يعني هتفتكر كمان بالعكس ستنا مريم طبعا هز اليك بجذع النخله عايز ساقط عليك عايز اشرح من جديد دي مريم عليها السلام ليها موقفين في القران ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ايه لما تضيق عليك قوي الامور لما المدرب يضطهدك قوي قوي زود جهدك تاني حلوه دي ستنا مريم ليها موقفين الموقف الاول كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب في المرحله دي كانت مريم تقدر تجري وتجيب الاكل بتاعها رزقها تقدر تروح تجيب صحيح. ربنا قال لها لا انت تقدري تروحي بس انا هجيب لك لحد عندك في المرحله الثانيه فاجاها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا الفتره دي بقى
حياتها صعبة جدا، متدمرة نفسيا، متدمرة بدنيا، مش عارفة تقول لليهود ايه، وطبعا دول قوم يعني مش مظبوطين، وهي تخلف هتعمل ايه؟ فقالت الكلام اللي ممكن يبقى على لسان المنتحر اللي هو راح ينتحر، هو بيقول الجملة دي يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني يا مريم، ما تدقيش، ما تزعليش، قد جعل ربك تحتك سريا. في جدول مية كده هتلاقيه ماشي من تحتيك، تمام، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنه. ايوه، في الحاله دي ربنا هنا بقى المفروض العكس. كان هناك تتعب لان تقدر تتعب، هنا ما تقدرش تتعب، فربنا عوض. ايوه، رساله قويه جدا هنا، ربنا بيقول لك كل ما تضيق عليك، لما الدنيا تضيق عليك قوي زود مجهود. حتى في الوضع اللي احنا فيه ممكن تكون ناس متضايقه يمكن من الوضع اللي احنا عايشينه، الازمه الاقتصاديه العالميه والكلام ده كله، زود جهدك. ايوه بس كده مفتاح، ما تقعدش يعني تندب وبتاع، زود جهدك، اتعب، زود جهدك، والصف ده اللي هو بتاعنا ماذا يمكن ان نفعل، مش ماذا حدث. صحيح، هي صفحتين تفاعليه، انت مش هتغير وضع الاقتصاد، مش هتقدر تغير اقتصاد عالمي وغيره، ولكن انت تقدر تغير ايه؟ مجهودك. هو ده الكلام، تقدر تغور، تقدر تشوف اي باب رزق تقدر تشوفه وتتعب، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك في الاخر. فهنا انت حضرتك بتقول للعيب اتعب، اجتهد، كل ما تلاقي تيار في وشك اتعب اكتر، طور من نفسك اكتر، وهيوصل. بنقول له بقى الامثله دي ليه؟ عشان نعمله الصبر اللي بنالي بنتكلم عليه. نقول له بقى ونحكي الحدوته، فكره الحدوته دي مهمه، لان اللاوعي عندنا ما بيستقبلش حروف كلام، استقبل صور. صور ودي مهمه جدا، المدرب لازم يعرفها. بقول لحضرتك كابتن هيثم، فاكر الشجره اللي كانت جنب النادي؟ حضرتك اول حاجه يعملها السب كونشس مايند مش هيروح على الالف لام شين جيم ره، دي مربوطه، هروح على الصوره بتاع الشجره. وعشان كده في القران كمان قصص، صور بالظبط. بالظبط، ربنا يعني بيوريك الصوره، الصوره بيديك قصه عشان ترسم بيها صوره. صحيح، مش نصيحه وخلاص. المدرب وبيكلم اللعيبه عشان ينفذ بطريقه السبليمينال لدماغ اللاعب السب كونشس، لازم يعتمد على الصور. فاحيانا بنقول اللعيب الصغير، كل بقى طبعا مستوى سني لطريقه في الاعداد طبعاً في الحته دي، فانا موصله الصوره ان هي لما كانت ما تقدرش تعمل جهد خالص، ربنا زودي الجهد شويه، فيجي بعديها طول فكلي واشربي وقري عينا. قري عينا هتتبسطي قوي، تبسطي جدا لما بذلتي جهد كبير قوي، هتتبسطي جدا. كل ما تضيق عليك في الملعب زود الجهد، زود الجهد، واتعب وطور من زود نفسك الجهد. هتوصل. وشفنا نماذج كتيره، يعني خليني اقول بسرعه كده نموذج الجمهور النادي، يعني عمرو زهران في كره السله، هذا اللاعب ما دخلش منتخب ناشئين وهو في الاتحاد خالص او في المنتخبات، وهو على يعني باعتراف والده باعتراف جميع ظلم، لان هو ما دخلش حتى سنه ولا السن الاصغر ولا اي حاجه، كان يروح منتخب الكبير بقى لما كبر ويتقلش. النهارده عمرو زهران من احسن الجردات في افريقيا، وتم اختياره في منتخب افريقيا ولعب في كندا، فالنهارده هو ما حطش ده. طيب اللاعب، هل المهارات النفسيه دي تكتسب ولا بتتعلم؟ يعني ممكن واحد يتولد بيها وفاهمها، ولا لازم تديها له خالص؟ سامي ما يتولدش. نحط بقى جمله مهمه خالص هنا، لا سعادتك فتحت الموضوع مهم خالص، ممكن تسجلها عند سعادتك. لا قصدي جمله مهمه. لا لا اتفضل. اجسادنا لا تحتاج الى تعليمها كيف تعمل، ولكن عقولنا تحتاج الى تعليمها كيف تفكر. الله، العقل ده هتعلمه. مفيش عقل موهوب. لا خالص، لا خالص، مفيش عقل هتعلمه. لازم تعلمه، لازم تعلمه السكيلز بتاعت العقل دي، بتعلمها. ايوه، ما هي اسمها مهارات التفكير، وده قمه العدل من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو قال لك عقلك ده بتاعك انت، اشتغل عليه، ودي الامانه اللي ربنا اديها لك. جسمك كلنا زي بعض، المعده عارفه هي تعمل ايه، والكلى عارفه، والقلب عارف، وكل حاجه عارفه في جسمك، انا مش معلمها. الخطوره الكبيره جدا اللي هم زمان اتهيألهم احنا كمجتمعنا الغلبان ده، يعني ان عقلنا زي جسمنا. لا طبعا، لا، ده حاجه وده حاجه، بتغذيه جسمك لوحده، وهيكبر لوحده، وهيعرف لوحده، لكن عقلك لا، هنحطه. وده الالتزام اللي ربنا خده بالظبط، يعني لينا انه يوفر لنا سبل الحياه، انما تصرفاتك اللي هتبقى ناتج عقليتك ومنتاليتي دي بتاعتك. وعشان كده اطول قسم في القران، انا بحاول ادللك عشان برضو الناس اللي بتسمعنا بالزبط. هيكون احيانا احنا لينا يقولوا خلفيه دينيه عموما، فالحاجات اللي هي مرتبطه قوي بالظبط بالظبط، مسألة الخلفيه الدينيه مهمه جدا. ربنا سبحانه وتعالى اقسم في القران كتير، كل قسم غير التاني، في قسم قصير قوي، في قسم وسط، وفي قسم طويل قوي. قسم قصير زي والعصر، كلمه واحده، جواب القسم ان الانسان لفي خسر. طيب القسم كلمة الوسط واحد. في بقى قسم تاني، والضحى والليل اذا سجى، جواب القسم ما ودعك ربك وما قلى. طيب. في والليل اذا يغشى، والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى، جواب القسم ان سعيكم لشتى. لكن لما جه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك على البرمجه بتاعتك بقى، حضرتك هتبرمج نفسك، مش لوحدها. اطول
أطول قسم في القرآن. قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بص التسعة دول عشان إيه وراها ربنا يقول لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أشكرك يا دكتور صدق الله العظيم، دي أحسن وأجمل كلام نختم بيه حلقتنا، كلام الله سبحانه وتعالى، واللي بتدلل بيه على صدق ما تنبأنا به أو ما لفتنا النظر إليه، أن هذا المنتاليتي هي الأساس في اللعيب وهي الأساس في أي مجال من مجالات الحياة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف صلاح الدين، طبعا استشاري التدريب والتطوير ونجم الكرة الطائرة وصاحب باع وزراع ومبتكر في هذا المجال. بشكرك يا دكتور، نورتني وشرفتني. انا متشكر جدا كده، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، نتمنى ان اللي شافنا النهارده واللي تابع الحلقه يكون استفاد. يعني انا على المستوى الشخصي استفدت كثيرا، والحقيقه هاخد كثير من هذا العلم النهارده واطبقه في حياتي الشخصيه. بشكركم شكرا جزيلا، انا حسن متابعه، والى حلقه جديده والابطال.